أعدت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية برنامجاً مميزاً لمساعدة الدول الفقيرة بمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك في إطار أنشطتها السنوية. وأعلنت الجمعية أن أكثر من مليون دينار كويتي كانت حصيلة التبرع للأسر الفقيرة داخل وخارج الكويت خلال شهر رمضان وعيد الفطر السعيد. لقد حمل عيد الفطر السعيد معه الكثير من الهموم للعديد من الناس الذين يعيشون الحروب وعدم الأمان ومن هنا جاء دور جمعية السلام الكويتية للأعمال الإنسانية والخيرية في تحقيق الأمن والسعادة على وجوه المحتاجين خارج الكويت من أغلب إحنا مساعداتنا مو بس كسوة يعني حتى الكسوة اللي نقدمها من مشاكل الخياطة اللي إحنا عندنا نشغل فيها مجموعة كبيرة يعني عندنا مجمع خياطة في في الحدود السوريه التركيه تشتغل فيه 570 لاجئه سوريه، من خلال هذا الانتاج الكسوه وزعنا هذه الكسوه حق اخواننا في داخل سوريا، اخواننا اللاجئين والايتام في داخل سوريا. كذلك الان في اليمن عندنا مجمع خياطه سوف ينتهي، عندنا في قرقيزه اكثر من 47 مشق خياطه ومركز حرفي، من خلاله احنا نقدم حق الايتام وحق الاسر الفقيره وحق المعاقين وحق جميع الفئات المستحقه الشرائح المستفيده. اما عن داخل الكويت فقد شهدت العديد من المشاريع الخيرية التي أطفت روح التكافل داخل المجتمع قدمنا مشاريع كبيرة جدا داخل الكويت وزعنا 8000 أسرة متأففة داخل الكويت ما بين السلات الرمضانية ما بين كسوة العيد كل أسرة عندها ما يقارب من خمسة إلى ست أطفال يعني يعني بشكل عام أكثر من ثلاثين ألف استفاد من السلات الرمضانية وكسوة العيد وبفضل الله تعالى فرحنا جميع الأسر المتأففة داخل الكويت عن هالسنة وزعنا سو عملنا خطة لتوزيع وحدات تكييف داخل الكويت للاسر المحتاجه اللي ما عندها تكييف علشان نخفف حر الصيف عليهم، فكانت الخطه بصراحه متنوعه يعني. جمعيه السلام للاعمال الانسانيه والخيريه تقف اليوم في ساحه الخيريه بقدم راسخه ورؤيه واضحه تهدف الى تعزيز البعد الخيري والإنسانية مروى محرم تلفزيون دوله الكويت.